ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد, وفيديو اليوم حماس كتير كتير, هو تحدي نار. تحدي نار يعني شايفين في غراض اكل قدامنا. نحن اليوم التحدي عبارة عن تحدي بيتزا الحظ. راح نشوف عنا بيتزا فاضية وبدنا نعبيها حسب حظنا وحسب ايش راح يطلع لنا. خلينا اشرح لكم على السريع التحدي. فعنا مرحلتين, المرحلة الأولى هي مرحلة الصوص والمرحلة الثانية هي التوبينج. وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وكمان تفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو هذا لأكبر عدد ممكن لحتى يوصل لكثير ناس. بدي تفجروا هذا الفيديو بأكبر عدد من اللايكات, ومن هون لوقتها خليكم معنا. خلينا نبلش هلا, رح نسحب نسحب مع بعض طبعا. خلينا نبلش بالصوص. هاي تبع الصوص. يلا انا التوبينج. يلا جاهز. بلغش بلغش ما مطلع. رح نسحب مع بعض. يلا انا طلع. كل واحد هو وحظه. اوه ماستر. انا طلع لي مايونيز. انا المايونيز بيتاكل مع البيتزا. طبعا كان عندنا صوص حار سلطة كتريلا كتير حاجة كفي. كان عنا صوص بيتزا بس ما حدا طلع. يلا الحظ. هاي 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 يا دم خفيف قوي. يلا انا تبعيتي صارت يعني ما بعرف, انا ما بحب الماستر. يلا خلينا نشوف اللي بعده ايش راح نحط. بدنا نحط اول نوع من التوبينج. انا حزينة. هلا انا مايونيز وبعد ماستر الصوص. خلينا نشوف هلا ايش راح نحط عليها. يا حظي انا راح احط عليها ما مبينين مسكرين. يلا يا رب. اوه انا طلع لي تشيبس اللي هو البرينجلز, وانا طلع لي تشيبس بس طلع لي تشيتوس. اوه يعني على الحظ. يلا هذا تشيتوس وهون عنا البرينجلز. فرجونا ادعاكم البيتزا من وراء ايدي. يعني على البيتزا اللوس والحر. وصلنا بقى للدور الثاني. خلينا نشوف ايش راح يطلع. يلا ديدي يلا فرجونا. ما بده تسكري عيونك مفتوح, هن مسكرين. او ماي جاد طلع لي شيء اسمه بلانتين. بلانتين هو عباره عن موز مقلي. ورجيني اياه اللي ما بيعرفوه. يعني اليوم هو مثل تشيبس. يعني هي البيتزا تبعتي كلها تشيبس, وانا اللي طلع لي اناناس. يا عيني شرايح اناناس. بيتزا بالاناناس. طيب هي كثير مشهوره البيتزا بالاناناس. في كثير عالم بيقولوا انه الاناناس مع البيتزا كثير طيب. بس بالاول خليني اشيل هدول بس احنا ما جربنا. احطهم على طرف. يا عيني فرجوني المنظر. البيتزا هي والله انا وانا بتجنن هلا. بيتزا بالتشيبس اللي هي هو راح يربح. وبيتزا بالاناناس مع تشيتوز. مهضومه اكثر منظرها. ما بعرف يعني في الوان. يلا هلا الطعمه هي اللي بتقرر. يلا خلينا الورقه اللي بعدها. روحي اللي بعدها. يلا هلا صار ثاني مره. اسحب. طلع لي فطر. ياه هي اول مكون اساسي. بحب الفطر مع البيتزا. ياه اوكي. وانا طلع لي كيك ديكوريشن. I am sorry I don't speaking English very good but I am speaking English 50-50. تزيين السبرينكلز اللي هن هدول. يا عيني لا هي ما يزبطها ابدا. يامي يامي كثير. الله خلقتي لي هالمنظر. يامي يامي تحفه تحفه. واو الالوان حلوه. يا سلام يا سلام. ده تبعيتها الوان غامة. انا الوان كشفه. انا زعلانه. يلا ورجيني. لا تزعلي. يلا ما تبكي. رايحين نسحب الشيء اللي بعده. اسحبي يا حبيبي. ليش انا اول؟ لا انت اول. اسحبي انت. يلا ما عليك. عندك كلمه طيبه قولها. ما عندكش تغرس خالص. الكل راح يسحب. طلع لي جبنه. ييه هاي كمان من المكونات الاساسيه للبيتزا. برافو. وانا طلع لي مخلل. بس مو مع البيتزا. خلل طيب. عنا الجبنة لحاله بس مو مع البيتزا فما راح اكثر كثير. هاي الجبنة حطه بقلب كل وحدة. ورجيني المنظر. كلها ما في الوان. شوفوا لي هالمنظر والله. واو حمودة عم زين. تحفة. انت الوانها ما حلوة ابدا. بس انا تشيز. يلا هالمرة انا راح اسحب. لا ما خلص. او خلينا نسحب صوص نشوف صوص. اوكي نسحب صوص. اسحب هيك. ها هي الورقة.
يا رب يطلع لي شيء كويس. يا لطيف يا لطيف. اوه طلع لي بيتزا صوص. بيتزا صوص فوق هاللوز حطيتيه. وانا طلع لي قهوة. خلينا نسحب كمان وحدة. يلا نشوف. رح نخلصهم كلهم اليوم. كلهم. رح نجرب. اوه انا طلعت لي فليفلة خضراء. ما بتفتح. زيتون يميم. يعني شوفي ليش ما بلشنا هيك؟ يا عيني. شوفي هالفليفلة. لا هي مزبوطة للبيتزا. والالوان اللي رح تطلع. هي مزبوطة. زيتون. والزيتون يعني كمان مزبوط. يعني لو كنا مبلشين هيك كان كم مش الحال. يلا معلش. شوفوا لي اياها. صار الوان شغل على العالم صارت. والله يا ديدي انت صارت تشبه البيتزا شوي. هلا منا لا اذا بتشبه ولا ما بتشبه. بس كمان اعطيها يعني علامه يلا للمنظر. نسحب. خلينا نسحب اخر مره من هون. اوكي يلا راح اخذ هي. وانا هي. اوه طلع لي شوكولا. شوكولا. اوكي طلع لي شوكولا. ورجيني شوكولا. شوكولا. نعم نعم نعم. شوكولا. هدول رح ناخذ. لانه عندنا نوتيلا. بس الصوص حاطين كنوتيلا. بس هدول شوكولا حب ناعم. اوكي فحطينا. رح يصير هيك حلو مع. هلا انا كمان طلع لي مارشميلو. مارشميلو. يا للهول. صوص كمان؟ ايه ما احنا نحط كل شيء. والله يا ابني ما بقى تندق معي. ها يا عيني ده اتصدم. طب معلش بنجرب بنشوف. اها طلعت لي نوتيلا. نوتيلا فوق كل هاد؟ طلع لي الشطه. انا هاد صوص. واو. اوه نعم. خلينا نحط شوية نوتيلا. حرام عشان ما تكبوها بتعملوا هيك. نوتيلا. يلا وهلا بقي عندنا اخر ورقتين. ورقه بالصوص ورقه بالتوميه. خلصتوا كلهم؟ خلصناهم. واو انا ما شايفه صار بيتزا. بس هلا قررنا نحطهم مع بعض ورخصهم. رح نظبط عيوننا. اسحبي لقلك. يا حظي. الله ما يطلع لي انا الصوص. يا رب. طلع لي هوني. عسل. وانا طلع لي بصل. بصل. يعني كان كل شيء ماشي كويس. هلا صار عندي عسل ليش. هذا حظي. يلا نشوف. ما رح اكثر. انا كمان ما رح اكثر لانه صار شوكولاته على بصل. بكفي هيك. لا لا. على كل على النص لازم كمان. التحدي للاخير. على النص. اوكي بكفي. هلا هيك بيكون خلصنا. بس انا هلا بدي اطلب منك طلب لانتي. نعم. لك نعم ماما الك الحق. ايه تطلبي منا شغله نحطها لكل انت واحد. لك انت بدك تاكليها في البيتزا طبعا. ما يكون حاطينها فوق كل هدول. ايش بدي اكل؟ بس ما يكون حاطينها بالبيتزا تبعتنا. فنقي شغله. مثلا انا ايش بتحبي احط لها؟ حموله. حط لها صوص بيتزا. اوه لا ولو خلينا احط لها جبنه. نقت. لا نقت هي. وانا هلا خلينا نحط لها شوية جبنة. انا برأيي ديدي بدك تحطي مارشميلو. ما في يعني حرام عليك. انت رح تاكل. ما في. خلاص انا رح اكل. ما بصير. يلا حطي. اوكي وحدة. ورجوني المنظر النهائي. والله انا صار منظر حديقة. شوفي منظرة. صار منظر حديقة. حديقة. انا بتوقع انه تبعيتي اكثر. فرجيهم. ورجينا تبعيتك. يعني خربتيها بالمارشميلو. بدك نحط لها شيء ثاني ولا لا؟ خلص لازم نروح على الفرن. على بيتهم. يلا على الفرن. الصينيه. طب بيلزمنا صينيه كبيره. كلها الصينيه. حطينا فيها صينيه ثنتين. يلا نزلي تبعيتك. يا عيني. بالله بالله فرجيهم تبعيتي. تفاصيل. فرجيهم هالمرة. سخنة. كثير مبسوطة. فرجي. يعني هو. لك بيكاسو ما بيعمل هيك شيء. يا عيني. تبعيتي.
هلا صارت البيتزا جاهزة يا جماعة. بحب شوفوا لي هالمناظر قبل ما شوفوا لي هالمناظر شو بياكل معنا. والله منظرة طلع بشهي وريحتها بتشهي، بس هلا بدي احكم بعد ما اذوق. مالي متوقع شو الطعمة، اكيد مالي متوقع شو الطعمة، بس بقى بسطت كثير بهالتجربة انه ولادي عبروا بلوسو. لا ولو شغل حلو وكتير مبسوطة. نحن هلا مثل ما بتعرفوا بالحج الصحي يا جماعة، كل الناس تستفيد من هالوقت تستمتع مع أولادها، تلعب معهم، تستمتع معهم بلعبوا مع بعض، بنشاط، بتحدي، بأي شيء. يعني هالوقت هذا نحن كنا ما عم نقدر نقعد فيه مع أولادنا، بس هلا يعني صار في وقت، فما في مانع إنه نشاركهم همومهم. خلينا نشاركهم تسلياتهم. هدول شاركوا هدول همومهم. ونشاركهم تسلياتهم وألعابهم ونسمع لهم ونشاركهم بكل شيء ونقضي معهم أوقات حلوة. وهذا الوقت أكيد أكيد أنا يعني بقول لكل الأهالي استثمروا هالوقت، لأنه اليوم اللي بيروح ما بيرجع وما بيجي مثله مرة ثانية. وأنا متأكدة من هالشيء، لأنه هلا أنا بقول يا ريت عملت هيك ويا ريت عملت هيك ويا ريت عملت هيك مع أولادي وقت كانوا أصغر، بس كنت مشغولة والوقت اخذني. بس لهلا اكيد استفدنا من هالقعدة بالبيت وفهمنا انه لازم نستفاد من هالوقت ونقعد مع اولادنا ونسمع لهم حتى نلعب معهم ونعمل شغلات معهم جنون، حتى اذا كانت جنون مثل هلا هي. هلا رح اشوف البيتزا. خلينا اول شيء ننزلهم. خلينا زيتون مارشميلو. يلا انا يا رب يا رب استرها معاه يا رب. طيبه طيبه ولو حامضه. هلا انت ما لا تقيمي على اساس بيتزا عاديه. حامضه حده حلوه. ما بعرف انا عم باكل من محل ما فيه كثير حد. عم باكل من هون. خليني انا اعطيكي قطعه من عندي. تعطي العلامه بعدين. بعدين خلينا مش نقارنيهم، اعطيكي قطعه. حامضه حامضه حده. شوفوا لي بالله هالقطعه. تفرجي تفرجي. تفضلي تفضلي. ريتو صحه. اكيد اكيد امرض بعدها. تفضلوا تفضلي. انا باخذ هي اصغر شيء. يلا كلياتنا مع بعض. واحد لحظه ذوق هي. انتوا جربوا اول. انا ناس مع واحد اثنين ثلاثة روحوا. هاي مقبولة أكثر عن جد، هاي مقبولة أكثر. ما تقتلهم عند الشوكولا. دوي 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 من كل محل. انت بس توصلي للأخير، هو بعد ما بتاكل بتوصل لآخر منطقة. أنا حطيت شوكولا على طرف مشان تحلاي بعدها. ما تكون يا مدروسة هي دراسة. يعني هاي بعطيها 6 من 10. تبعتي 6؟ معناتها أنا ناقص 10. لا ناقص 6. لا ناقص 6. دي لا بعطيها 4 من 10. انا هيك شفت. بس انا يعني بالكومنتات ايش رايكم؟ مقبول المارشميلو والشوكولا؟ فرجوني هديتي طبيعي. مع البصل والباقي الشغلات. فرجونا مين ولا الخردل مين تبعيته احلى انتم بالمنظر؟ ما بعرف مين تبعيته احلى. مين تبعيته احلى احكوا لنا. لا احلى واثنين. وهلا بعد ما اكلنا هالاكلات الطيبه هي والتحدي الطيبه العشاء هذا شوفوا لازم ننهي الفيديو. وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالتحدي هاد. انا حبيت وتسليت معكم. انا حبيت ان شاء الله انتم تكونوا حبيتوا هالتحدي هاد، واذا حبيتوا حطوا لنا لايكات كثير على هالفيديو. وطبعا روحوا اشتركوا بالقناه تبعتنا، وبتلاقوا الفيسبوك والانستغرام تبعنا تحت صندوق الوصف، وكمان فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، وكمان شيروا هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن لحتى يشوفوا هاي البيتزا الرائعه اللي انا عملتها اللي ما في منها اثنين. وانا كمان هاي البيتزا حتى هي اسمها البيتزا يعني جربوا لا تعيد يعني بتاكلها مره بعدين ما بتعيدها. وصلنا لنهاية الفيديو، بنحبكم كثير كثير ويلا باي.